نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محاضرة النهاردة إن شاء الله Blood Pressure Monitoring. تمام، هناخد النهاردة إن شاء الله، المحاضرة مش طويلة بس إن شاء الله فرصة إن احنا ناخدها بالتفصيل، لو حد عنده أي استفسار أو حاجة نقولها براحتنا. Blood Pressure Monitoring ينقسم إلى حاجتين مهمين جدا، والاتنين مهمين طبعا إن احنا بنستخدم الحاجتين إلى يومنا هذا، النون انفيزيف والانفيزيف. تمام، النون انفيزيف هنبدأ من أول حاجات بسيطة جدا إلى حاجات الأوتوميتد اللي هي آخر حاجة إحنا بنستخدمها دلوقتي. تمام، هنبدأ. تمام، أول حاجة في النون انفيزيف Detection of peripheral pulsation. ايه Detection of peripheral pulsation دي؟ دي غالبا الطريقة دي بنستخدمها في القياس للأطفال، وطريقة بسيطة جدا وقديمة جدا، ولكن أحيانا ممكن تبقى مهمة لو ما عندكش سماعة أو عندك طفل صغير وما عندكش سماعة أطفال عايز تعمل حاجة بسرعة. الطريقة دي فكرتها إن أنا بديتكت السيستوليك، بحط الكاف على العيان وأرفع الكاف أباف الإكسبكتد سيستوليك وأبدأ أنزل جراديوال. تمام، واشوف البلس، اول ما بلس احسه يبقى ده تقريبا السيستوليك، يا اما احس البلس بايدي يا اما احط بلس اوكسيمتر. في الاطفال انا برفع ايد الولد لفوق، تمام، لحد ما الدم يفضى، وارفع جهاز الضغط وانزل ايده، واول ما يحصل فيه فلاشنج في اللومن نيونيتس مثلا ولا حاجه، او ما يبقى فيه فلاشنج اعرف ان ده سيستوليك. ده طبعا طريقه بسيطه جدا وبدائيه جدا، ولكن لازم تبقى عارفها برضو، يمكن الظروف تحطك في موقف زي ده. يعني تاني حاجه الاسكلتاتوري ميثود والكروتوكوف ساوند، دي اللي احنا بنستخدمها لحد دلوقتي، المانيوال بالسماعه وجهاز الضغط. تمام، كروتوكوف ده راجل روسي قال ان في 5 ساوندز كان بي ديتكتد لو قفلت البلاد فلو في الارتري وبدات تفتحه لحد الفول فلو. فقال لك اول صوت هتسمعه الارتري فاضي، بدا البلاد يعدي، فالبلاد بيعدي يخبط في الارتري يعمل تربلنس، التربلنت فلو ده يعمل صوت، فاول صوت هتسمعه ده السيستوليك، ده بدايه، ده بياخدوا رقم السيستوليك. تمام، الفاينل لوس يعني ما فيش صوت خالص، ده الدايستوليك، ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا شغالين عليه. في بعض العيانين وانا شفتها كتير واكيد كلكم شفتوها، ساعات بتفضل تسمع صوت لحد ما تفضي الميركوري من الجهاز خالص، ده بتحصل طبعا خاصه العيانين البريجننت هايبر دايناميك سيركيليشن، ما تعرفش يعني السبب بالظبط ايه، انا مش عارف بصراحه. فقال لك ده بنعتمد على المافل ساوند اللي هو الرابع، الرابع ده اسمه مافل ساوند، يعني الصوت هيبدا يبقى حنين كده وبسيط خالص بس لسه موجود، ده الفور ساوند، والفيف ساوند اللوس. العيانين اللي بيفضل فيهم الصوت ما بيروحش، ده بنعتمد على الفور ساوند اول ما الصوت ايه يهدى خالص. تمام، عشان يبقى اكيوريت اللي هو الاسكلتاتري ده، كلها طبعا معلومات عامه بس انه عارفينها، ان الليفل اللي بتقيس فيه يبقى جنب الجهاز الضغط بتاعك جنب الليفل بتاع العيان اللي احنا قلنا فيه الاتموسفيريك بريشر والليفلنج ده بيفرق كتير جدا، هناخدها دلوقتي. يعني تقريبا كل 10 سنتي طول، كل 10 سنتي طول يعني تطلع 10 سنتي او تنزل 10 سنتي بيأثر حوالي 7.5 ملم مركب. يعني تحاول العين نايم يبقى نايم، وبتقيس انت من الدراع وعند الليفل بتاع الهارت، يعني لو قست من رجليه والعين واقف شوف المسافه قد ايه، هيزيد الضغط بكل 10 سنتي 7.5 ملم مركري. تمام، والعكس طبعا كل ما تطلع فوق من الجهاز ومكان ما انت بتقيس هيقل 7.5 ملم مركري. السايزنج طبعا بتاع الكف يبقى عرضها تلتين الطول الارض. او في حاجه معلومه برضو بسيطه بس نعرفها، لما السايز يزيد يديك اوفر استيميشن، ولما السايز يقل يديك اندر استيميشن. بيبقى ببساطه ده الاسكلتاتري ميثود اللي هي ويز كروتوكوف ساوند، دي بتعتمد على الصوت. خلي الكلمه دي مهمه، ليه تعتمد على الصوت؟ لان الاوسيلومتري ما تعتمد على الفايبريشن. خد نفس الفكره اللي عمل الاوسيلومتري، ان الارتري فاضي ودخل فيه البلاد عمل فايبريشن، فالفايبريشن ده هنبدا ان احنا نحسبه ونحسه. دي بقى اول حاجه ديتكشن اوف بريفر بالسيشن، قلنا دي حاجه بسيطه وبدائيه جدا، وبعديها الاسكلتاتري الكورتوكوف ساوند الى الان تستخدم. تالت حاجه، حاجه اسمها بيناس تكنيك، هنقوله سريعا كده بس هو يعني مكانه الاساسي، هو مش مكانه الاساسي ولا حاجه، هو نقوله هنا طبعا لان هو بيستخدم هنا ويستخدم في كارديو ابوت مونيتورنج.
طب البناس تكنيك ده فكرته ايه؟ فكرته ان هو بيعتمد على حاجه اسمها بليسيزموجرافي. ايه البليسيزموجرافي ده؟ اي جهاز بيقيس التشينج ان ذا فوليوم اسمه بليسيزموجرافي. يعني عندنا جهاز اللي بيقيس اللنج فوليوم، بنحط العين زي صندوق كده ويقيس تحرك اللنج وبتاع، اسمه لنج بليسيزموجرافي مثلا يعني. فهو الجهاز ده بيعتمد على خصيصه بليسيزموجرافي اللي هي السايز تشينج، تشينج في الفوليوم. حلو. فبيجي صباع العيان ونحط على صباع العيان كف زي جهاز الضغط كده بس على الصباع، تمام، وناحيه فيها انفراريد سورس والناحيه الثانيه فيها ديتكتور. حلو. وبينفخ الكف تمام لحد تقريبا المين، وعنده بروسيسور سريع جدا بيقعد يزود الكف ويقللها حسب الضغط بتاع الايه، ضغط الدم اللي في الصباع. فمع السيستوليك كمية الدم اللي هتروح للصباع هتزيد شوية، فهينترفير مع الانفراريد، تمام؟ يعني الانفراريد اللي معدي للديتكتور الناحية التانية زي الرسمة البسيطة دي، الانفراريد معدي من هنا للناحية التانية ودي الكفة اهي. فلو الدم زيادة شوية في الصباع فالانفراريد اللي بيعدوا هيقل، يعني في شوية يحصل لهم ريفليكشن ولا ابسوربشن ولا أي حاجة. لو أقل، لو كمية البلاد قلت، الانفراريد اللي هتعدي اكتر. من خلال بقى كميه الانفراريد اللي بتعدي دي يقدر يعرف الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك ويطلع الارقام. يبقى فكرته ان الفينجر فوليوم تشينجينج وذ تشينج اوف بلسيشن، وده بيديتكتد بالدايود اللي بيطلع انفراريد والفوتو سيل ديتكت. كلمه دايود دي يعني بيطلع ويف لينث واحده، اللي هو ظابطها على حسب الايه اللي محتاج يقيسه هنا، حسب الويف لينث اللي البلاد بيعملها ابسوربشن او ريفراكشن او بتعدي. طيب يعني هنشوف زي فكره الايه، البلس اوكسيمتر كده بيحدد اتنين ويف لينس معينه، واحد للاوكسي واحد للديوكسي وهكذا. فهو في ويف لينس معينه اللي بتعدي ويحسبها ويعرف عدى قد ايه، وحسب الايه الانترفيرنس معاه يقدر يعرف الفوليوم اوف بلاد اللي موجود في الصباع. ده ممكن يبقى كونتينيوس او ممكن يبقى كونتينيوس طبعا، بس يعمل لي مشاكل طبعا. يعني ده كف على الصباع، والصباع ده حاجه تيرمينال. طيب ليس اكيوريت طبعا عن الانفيزيف، وممكن يعمل انجري و very sensitive للبوزيشن. يعني لو الراجل رفع ايده فوق كده ولا صباعه نزل تحت هيبقى طبعا هيتاثر كتير اصلا. يبقى البناز تكنيك تاني ده بيعتمد، الكلمه المهمه فيها ان هو بيعتمد على البيسيزموجرافي، تمام، وفكرته انه انفراريد بتعدي على الصباع وفي سيل ديتكتور سيل الناحيه الثانيه، وحسب كميه الدم اللي في الصباع نفسه الابسوربشن بيتغير، ومنه نقدر نعرف كميه الايه الانفراريد اللي عدى، تمام. وبيستخدم زي ما قلنا في الكارديك اوت بوت مونيتورنج. فلما ناخد الكارديك اوت بوت مونيتورنج هنمر عليه مره ثانيه. يبقى اول حاجه قلنا عليها ديتكشن اوف بريفيرال بالسيشن، وبعد كده الاسكارتاتري ساوند والبيناس تكنيك. رابع حاجه، ودي طبعا اللي كلنا بنستخدمها دلوقتي، الاوسيلومتري ميثود اللي هو الايه نون انفيزيف الدايناماب، اللي هو ديفايس اوف اندايركت نون انفيزيف اوتوميتد مين ارتير بريشر مونيتورنج، تمام. فكرته بيعتمد على الفايبريشن. يبقى فكره كورتوكوف قال ان لما هو الفايبريشن هو بيطلع الصوت، ودي حاجه معروفه يعني اي يعني الفوكال كورد فايبريشن هو بيطلع الصوت. فكروتوكوف حط السماعه لما دخل البلاد عمل فايبريشن، فوصل لكروتوكوف انه صوت. فالناس الحديثه بقى انت بتسمع انا بسمعش ده سمعه تقيل السماعه بايظه، قال لك لا خلاص احنا سيبك من الصوت ما دام في فايبريشن في الاصل، طب احنا نشوف الفايبريشن ورايح نفسين. قال لك ماشي خلاص نشوف الفايبريشن. ففكرته ان في كف بنحطها على دراع العيان، والكف دي فيها ديتكتور، ديتكتور زي مين؟ ترانسديوسر. ترانسديوسر اول ما يحصل فيه فايبريشن حركه خفيفه يخبط في الترانسديوسر، ترانسديوسر يحسه، تمام. يبقى الكف عشان كده يقول لك ايه اللي حط العلامه، بيبقى في علامه كده يقول لك حط العلامه دي على الارتري. طبعا عشان الترانسديوسر في الحته دي انت قلبته بالعكس احساسه بالفايبريشن هيبقى ضعيف جدا، والترانسديوسر فيري سنسيتيف، بس لو حطيته بالعكس مش هيحس كويس. يبقى فكرتها برضو ان الكف بيطلع فوق السيستوليك، تمام، والديفليشن بينزل 2 3 2 3 2 3، ده بيسموه بليد فالف، كانه بينزف الهواء بتاعه، بينزل 2 ب 3 2 ب 3 لحد ما يبدا ايه ديتكت الفايبريشن، تمام. مع الديفليشن والفلو في القطر يحصل فايبريشن اوسيليشن، تمام. اول ما الفايبريشن الاونست بتاع الاوسيليشن او فايبريشن ده السيستوليك، والماكسيمم اوسيليشن ده المين. طيب هنا بقى في مشكله، المشكله ان الاوسيليشن او الفايبريشن ده موجود على طول ما لهوش اوفست،
فما تفتكرش ان الدايستوليك هو الاوفست، او ما فيش اوفست اصلا الاوسيليشن. طول ما الدم ماشي هيبقى فيه فايبريشن اوسيليشن، بتقل وتزيد بس ما بتختفيش، فهو ما فيش اوفست. طب الدايستوليك بيجيبوه منين؟ ده بيتحسب. يبقى الدايستوليك بيبقى كالكيوليتد، تمام؟ الدايستوليك بيبقى كالكيوليتد. طيب الدايستوليك بيبقى كالكيوليتد ازاي؟ دي حاجه مهمه طبعا. الفورم البسيطه اللي احنا عارفينها يقول لك ان المين بريشر بيساوي السيستوليك زائد 1/3 البلس بريشر زي ما احنا شايفين كده، ومنها نقدر نعرف الدايستوليك. اصل المعادله ان المين بريشر بيساوي السيستوليك زائد 2 دايستوليك على 3. يعني ايه الكلام ده؟ ده الكلام ده مهم ان احنا نفهمه ونعرفه، هي حاجه بسيطه بس فيزيائيه مهمه طبعا. لو انا عندي تمام عادي كأرقام عاديه، يعني انا عندي مثلا رقمين، عندي رقم 120 ورقم 80. خليك معايا يا دكتور احمد كده، شارك معايا في الموضوع ده. عندي 120 و80، لو قلت لك المين بتاعهم كام؟ فعادي كده 80 زائد 120 200 على 2، بنجمع الارقام ونقسم يديني 100. تمام؟ طيب لو قلنا ضغط العيان 120 80، المين بتاعه كام بالطريقه بتاعتنا العاديه؟ هيبقى 82 ب 160 زائد 120. لا لا لا، ضغط عيان خلاص، سيبك من الرقم الحسابي اللي هو 120 و80 ده. عندي دلوقتي عيان ضغطه 120 80، قلت لك احسب لي المين الطريقه العاديه بتاعتنا خالص، اللي هو سيستوليك زائد 1/3 بس بريشر، دايستوليك سوري زائد 1/3 بس بريشر، الدايستوليك بتاعه 80. 80 تمام تمام، ال 80 ده زائد البس بريشر كام؟ 120 من 80 40، تلتهم 13، يبقى تمام هيطلع 93. ده حسب بسيط، انا تلاتة هقول لك بعد كده اصلا فكره المين دي اعمق من كده بكتير، بس مبدئيا كده يبقى المين طلع كام؟ 93. 93 ما احنا خدنا، لو خدنا 120 و80 كارقام هيطلع المين بتاعهم 100. طب ليه المين ده غير المين ده؟ اسمه بالظبط. مين برضه حسابيا. طيب لو قلنا عندنا ثلاث ارقام، تمام، 120 و80 و80، تمام مجموعه هيبقى 280 تقريبا. صح، 280 280 مظبوط. على الثلاثة يطلع 93، يبقى المين بتاعهم 93. طب ما دي حاجة ايه غريبة شوية. لا هي مش غريبة ولا حاجة، الفكرة في المين ارتيريال بريشر ان الدايستوليك داخل بنفرين. ليه الدايستوليك داخل في نفرين؟ لان الدايستوليك تايم ضعف السيستوليك تايم في الانسان العادي، فانا بحسب الدايستوليك مره، السيستوليك مره سوري، والدايستوليك مرتين، بقى عندي المين بتاع ثلاث ارقام مش رقمين بس. تمام. عشان كده لو بصيت على المعادله بتاعت المين هنا، سيستوليك واثنين دايستوليك على ثلاثه، اللي هو على اختصارا ثلاثة. بيقولوها لنا ان هو الدايستوليك زائد 1/3 بلس بريشر، لان تمام. الدايستوليك داخل باثنين، لان الدايستوليك تايم ضعف السيستوليك تايم. امتى بقى المين بريشر في العيان 120 على 80 يطلع لي 100؟ لما يبقى في تاكي كارديا والدايستوليك تايم زي السيستوليك تايم، بقى رقمين بالظبط، ما بقاش هنا الدايستوليك داخل ب تمام. باثنين. باثنين. طيب طبعا هو بقى في الحقيقه انت لو رحت على الجهاز بتاعك وانت العين نايم وشفت المين اللي الجهاز مطلعه وجيت تحسبها انت بالورقه، عمرك ما هتلاقيه زي الجهاز، لان الجهاز بيحسبه صح، يشوف الدايستوليك تايم ويطلعه بقى، هو مش يطلع اثنين بالظبط، ممكن يطلع اقل من اثنين شويه، اكتر من اثنين شويه، حسب الهارت ريت بتاع العيان. بس هو تمام. تسهيلا المعادله اللي عندنا ان هو المين بيساوي الدايستوليك زائد 1/3 بلس بريشر، فلازم نفهم جت منين عشان نبقى عارفين ازاي بتتحسب، عشان خلاص يبقى ما نتوهش بقى. ما كده بقت واضحه، لان هو بيعتمد على تمام. التايمنج هو كل كده واحد. بلس، عفوا يا نعم، فندم، هو كده بلس بريشر هو ده السيستوليك مظبوط؟ لا البس مش الفرق بين السيستوليك والدايستوليك. تمام. المعادله اللي احنا عارفينها اللي بيقولها لنا ان المين بيساوي الدايستوليك زائد 1/3 بلس بريشر، البلس بريشر تمام. تمام. البلس بريشر ده الفرق بين السيستوليك والدايستوليك، جت منين؟ جت من السيستوليك واثنين دايستوليك ومقسومين على ثلاثه، لو فكيت دي هيطلع 1/3 دايستوليك تحت، وسيستوليك ودايستوليك الفرق بينهم هو ده البلس بريشر. تمام يا فندم، تمام، وصلت يبقى احنا الفكرة. لازم نعرف ان هو ده ليه علاقه بالتايمنج بتاع الدايستول. ففي الانسان العادي وهو اتريست، الدايستول
تايم تقريبا ضعف السيستوليك، فاحنا ما جينا نحسبها وقالوا لنا عليها، بيبقى المين يساوي التلتا بايا سوليد زائد ثيرد بلس بريشر. تمام؟ تمام. الكومبوننت بتاع الاوسيلومتري، الكومبوننت العادي بتاع نبقى عارفينه من باب العلم بالشيء، هو بيكون كف طبعا عادي، اير بامب، البامب اللي بتنفخ كف، بليد فالف اللي هو بينزل 2 3 2 3، بريشر ترانسديوسر، وبروسيسور اللي هيحسب. طيب عيوبه ايه؟ عيوبه ان هو بيبقى ان اكيوريت في حالات الاريزميا والاكستريم ريدنج، يعني ضغط عالي قوي او قليل قوي، بيبقى ان اكيوريت في الاريزمياز، بيبقى ان اكيوريت، ممكن يعمل نيرف انجري لو عيان فضل على ايده فتره طويله، ونوت سيوتابل في الرابيد تشينجز وفي الكونتينوس ريدنج. ما ينفعش طبعا في الكونتينوس ريدنج، يبقى لاني على الاقل محتاج الكف تتملي وتفضي، يبقى في فول فلو بعدين افضي تاني واملى، لان هو معتمد عشان اسمع يحسب السيستوليك لازم يبقى ما فيش فلو خالص، وبعدين يبدا اونست اوف اوسيليشن، فعلى الاقل يعني اسرع حاجه هياخد له مثلا 30 40 ثانيه ويبدا تاني، فهو ما ينفعش يبقى كونتينوس. وديلي طبعا ريسبونس. تمام؟ ما ينفعش لو العيان عنده شنط او في ايده دي او بيعمل منها دايلس. مميزات ان هو سهل وكونفينينت اوتوماتيك. تمام؟ يبقى احنا كده قلنا نون انفيزيف بلاد بريشر مونيتورنج، ديتكشن اوف بريفر بالسيشن، اسكلتاترو ميثود بناس تكنيك، واوسيلومتري اللي هو فكره الدايناماب اللي احنا شغالين بيها كلنا حاليا. طيب نيجي بقى لايه؟ للانفيزيف مونيتورنج. شويه كلام يعني مهم شويه. فكرته هنقولها تقريبا دي المره الثالثه، ان في بريشر ترانسديوسر، البريشر ترانسديوسر ده هيحول تشينج اوف بريشر تو الكتريكال سيجنال. وقلنا انواع البريشر ترانسديوسر قبل كده اربع انواع: سترين جيج، كاباسيتور ترانسديوسر، اندكتور ترانسديوسر، واوبتيكال ترانسديوسر. تمام؟ ودي رسمه الويت ستون بريدج كده مصغره على السريع، وده الويت ستون بريدج المفروض بتيجي بالانسد. يعني ايه بالانسد؟ يعني فيها بطاريه وجلبانومتر واربع مقاومات، اثنين ان سيريز واثنين ان بارل. تمام؟ وبالانسد يعني الجلفانومتر بيقرا زيرو، المقاومات متظبطه قصاد بعض بحيث مفيش تيار يعدي. تمام؟ وعرض لك انا بالراحه كده يعني تمثيل بسيط، ان دي المكان الار 4 اللي هي الانون فيها البريشر دايفراج، واشهر حاجه موجوده اللي هو السترين جيج. السترين جيج ده واير والريزيستنس بتاعته بتتغير مع الاسترتشنج والريكويل بتاعه. فنتخيل ان ده مكان الدايفراج والبريشر عليه من هنا، البريشر يزيد الدايفراج ما يحصل له ستريتشنج، البريشر يقل الدايفراج ما يرجع تاني. تمام؟ وتغير البريشر في على الدايفراج اما يغير طوله ويعمل له ستريتشنج وريكويل هيغير في الريزيستنس بتاعته، فلما غير في الريزيستنس الويت ستون بريدج سيركت دي هتبقى امبالانسد سيركت، هيبدا يعدي فيها كرنت سواء من ناحيه دي او من ناحيه دي على حسب الريزيستنس اللي اتغيرت هنا زياده ولا اقل، ومنها اقدر احدد كميه التشينج اوف بريشر ويعمل له بعد كده ماجنيفيكيشن ويطلع لي الكلام ده. دي السترين جيج، ودي رسمه السترين جيج. طبعا الكاباستور والاندكتور والاوبتيكال خدناهم من المحاضره اللي فاتت وخدناهم في اول مره خالص. طيب يبقى التشينج اوف بريشر بيحرك الدايفراج ويعمل له ستريتشنج، وده يؤدي لتغير ريزيستنس في بالانسد ويت ستون بريدج، هتبقى امبالانسد، ولما تبقى امبالانسد التغيير اللي هيحصل ده اقدر اقيسه. طيب فايده الانفيزيف طبعا اكيوريت، طبعا بيت تو بيت ميجر، وبيسمح لي من السامبلنج، وممكن يستخدم او يبقى انكوبريتد في الكاردك اوتبوت مونيتورنج باستخدام الليدوكو والبيكو تكنيك اللي بنقولهم بعد كده. الديس ادفانتج بتاعته في ريسك طبعا اوف هيموريج بليدنج انفكشن، ممكن اسكيميا. يعني ايه اسكيميا؟ احيانا الارتري يدخل في سباز. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان في عينين نورمال فاريانت، يبقى الالنر ارتري مش موجود او ريدومنتري او صغير جدا، فلو ريديال دخل في سباز العينه ممكن يجي لها جنجرين او عين يجي له جنجرين. وانا مع الاسف شفتها في عينه كانت في كاردك سيرجري وعيانه وجالها سبازم في الريديال، فشالوه حطوه في الريديال الثاني، وبعد شويه جالها جنجرين في ايديها الاثنين، وايديها الاثنين اتقطعوا، بقت يعني توتالي هانديكابت، ربنا يعافيها. طب انا اعمل ايه؟ مسؤوليتك طبعا،
في واحد اسمه ألين قال لك احنا عشان نشوف الكلاترال بتاع العيان من الارنر موجود ولا لا، هيعمل تيست بسيط خالص، خلى عني يقبض ايده كده كلينشنج الهان جامد، ويقفل بصبعين الارنر وبصبعين الريديال، وبعدين تخلي عني يفتح ايده، هتبقى ايده بيضاء وخلاص مفيش دم معدي، وتفك انت الارنر. لو حصل فلاشنج للايد في خلال ثانيتين او اسرع طبعا، او يعني ثانيتين لثلاثه، يبقى في كولاترالز كويس. لو ما حصلش او حصل فيري ليت يبقى كولاترالز ضعيف. طيب قدر بقى واحد اسمر او احنا اختلفنا حصل ما حصلش، فقال لك خلاص يعني احنا هنعمل لك موديفايد انستست، انت بعد ما الراجل يفك البنيه بتاعت ايده دي يحط له بالس اوكزيمتر وفك الالنر، لو بالس اوكزيمتر قرا يبقى في جود كولاترالز، لو بالس اوكزيمتر ما قراش يبقى ما فيش جود كولاترالز، وما تركبش في الريديال ده، شوف الناحيه الثانيه او حط له في مربع ولا اي حاجه تانية. يبقى الموديفايد الانز بيستخدم الباس اوكسيمتر، وده مهم جدا، ده من مسؤوليتك انت انك تشوف العيان الكولاترال بتاعته اخبارها ايه قبل ما تركب له الانفيزيف الارتيريا كانال في الانفيزيف بلاد بريشر مونيتور. طيب نيجي بقى للحته اللي فيها الخناقه كلها بتاعت الفريكونسي والدامبنج والحاجات دي. طيب هناخد بقى شويه مفاهيم عامه وخلاص، والفاكتورز افكتنج بلاد بريشر مونيتورنج بقى النهارده خلصنا في السريع كده. أول حاجة natural frequency. يعني إيه natural frequency؟ دي ظاهرة فيزيائية، لو إن أي جسم لو اتحرك أو جات له باور أو اتخبط بحاجة بيحصل له vibration، والفايبريشن ده بيختلف من جسم تاني حسب الناتشرال فريكونسي بتاعته. الناتشرال فريكونسي بيتحكم فيها حاجات كتير، حجمه ووزنه وترتيبه والكلام ده كله. طيب يعني إيه برضو الكلام ده؟ يعني فاكرين التيونينج فورك بتاعت النيورولوجي بتاع الشوكه دي، بتخبطها تعمل فايبريشن، الفايبريشن بتطلع صوت، كان كل شوكه مكتوب عليها رقم، ده الرقم الفايبريشن بتاعها. ما عرفوا منين؟ ما هم اللي مصنعينها وعارفين الناتشرال فريكونسي بتاعها ايه، فلما تخبطها هو ده الرقم اللي هيطلع. انا ساعتها كنا مستغربين يعني اشمعنى دي بتطلع رقم ده بتطلع رقم ده، يبقى الحجم، هو الحجم، يعني الحجم بيأثر في الناتشرال فريكونسي بتاع كل جسم. فتيونينج فورك دي لما تخبطها كل واحده مكتوب عليها كذا هرتز كذا هرتز، الفريكونس طبعا بالهرتز، الهرتز اللي هو سايكل بير سكند. طيب الحاجه الثانيه العود، الراجل بتاع العود ده بالنسبه لي كلهم سلوك زي بعضها مشدوده، يعني ما هو بيخبط كل سلك بيخبطه بايده فبيحصل فيه فايبريشن، كل سلك غير الثاني لان كل سلك ليه ناتشرال فريكونسي غير الثاني، وكل خبطه بتطلع صوت غير الثاني. طيب وكان زمان قوي في ثانوي ولا في اعدادي يقول لك لو جبت بندول وعلقته في الفضاء، يعني مفيش اي حاجه قوه تتحكم فيه، وخبطته هيفضل يتهز رايح جاي مش هيقف ابدا بمعدل، هو ده الناتشرال فريكونسي بتاعه. تمام، انما في الطبيعي في الحياه بتاعتنا بعد شويه هيقف لان يحصل انرشيا وفي هواء وفي مقاومه وفي حاجات كتير هتوقفه، يعني البتاع نفسها زي المرجحه كده. طيب يبقى الناتشرال فريكونسي ده الفريكونسي ات ويتش it vibrate or oscillate after something moved، يبقى الجسم بي vibrate or oscillate لو حاجه حركته او خبطته، وكل جسم ليه فريكونسي بتاعه، ده اسمه natural frequency. طيب السيستم بقى بتاع القياس اللي هو الوصله بالديافرام البلاستيك بالبتاع الحديد، السيستم ده على بعضه كده ليه natural frequency. طب ايه الحل عشان يطلع لي قياسه مظبوطه؟ الحل ان الفريكونسي بتاع السيستم ده يبقى بعيد عن الفريكونسي بتاع الهارت. الفريكونسي بتاع الهارت اللي هو سايكل بير سكند يطلع من 1 ل 2 لحد 4 هرتز، لان لو قلنا الهارت ريت 60 في الدقيقه يبقى في الثانيه 1 يبقى 1 هرتز سايكل بير سكند، يبقى القلب بيضرب مره في الثانيه يبقى 1 هرتز، لحد 120 2 هرتز، او في عيل صغير او عندك بيتاك اس في دي ولا حاجه لحد، يبقى من 1 ل 4 هرتز، ده الفريكونسي بتاع الهارت. يبقى لو الفريكونسي بتاع الهارت من 1 ل 4 هرتز ده طلع زي الفريكونسي بتاع السيستم، يبقى السيستم هيقعد يتهز يرعش كده زي العود. طب ما دام هيديني قرايه مش هيقرا كده، حلو، يبقى انا المطلوب ان الناتشرال فريكونسي بتاع السيستم نبعده عن الهارت يعني اكتر من 100 مره، يبقى يوصل 100 ل 200. حلو، طب الناتشرال فريكونسي بتاع السيستم ده ازاي اعليه وابعده؟ قال لك في حاجات معينه، ان التيوبنج
تبقى شورت، ما تبقاش وصلات طويله قوي وملولوه كده وقع في كل حته، وستيف ووايد. تمام، احفظها كده، شورت ستيف ووايد التيوبنج بتاعه. طيب يبقى ده الناتشرال فريكونسي. قلنا في السيستم بتاع البلود بريشر مونيتورنج ازاي نعلى الناتشرال فريكونسي عشان نبعد عن الناتشرال فريكونسي بتاع الهارت عشان ما يحصليش اوسيليشن للسيستم كله. طيب نيجي بقى للتلات حاجات اللي احنا عايزين نعرفه، الدامبنج في اندر واوفر وكريتيكال واوبتيمم، عشان نتلخبط يعني طبعا شكلها يلخبط بس مش هتلخبط ان شاء الله. هقول لك تشبيه بسيط كده، انت قدامك واحد صاحبك وضربته بالقلم، راح الراجل قايم مدي لك 20 قلم على كام بنيه وطلع سكينه وضربك، يبقى الراجل ده ما عندوش دامبنج اصلا. الدامبنج هو ريزيستنس تو اوسيليت، يعني الراجل ده ما عندوش كنترول على نفسه، يبقى ده اندر دامبت. هنسمي الراجل اللي انت ضربته قلم وقام ضربك قصاد علقه ده اندر دامبت. طيب واحد تاني ضربته قلم ما عملكش حاجه، بص لك كده وهو حط وشه في الارض، ده اوفر دامبت سلاجش ريسبونس، ده اوفر دامبت، ده ما بيحسش ده خالص. طيب يبقى دول سهلين. نيجي الاثنين التانيين اللي فيهم ايه اشكاليه شويه، كريتيكال دام. كريتيكال دام ده اكنك ضربت الراجل صاحبك ده بالقلم، فهو واقف كده فكر كده شويه وراح قايم يدي لك قلم. كويس، القلم ده خد بالك، القلم الاولاني اللي انت ضربته ده البريشر اللي جاي من العيان، والقلم اللي صاحبك ضربه لك ده القياسه. حلو كده، فالكريتيكال دامبنج انت ضربت الراجل قلم وقف فكر كده شويه وبعدين راح مديك قلم تاني حسبها. انا مش عايز السيستم يبقى كده، ما هو كده بقى يتاخر عليا. طب انا عايز السيستم يبقى زي الكريتيكال كده بس لاسع شويه، يعني هياخد تلتين كريتيكال، تلتين الراجل الرزين ده، وهنديله تلت من الهايبر، بحيث انت تدي له قلم يروح مدي لك القلم على طول من غير ما يفكر، من غير ما يضربك زياده، ومن غير ما يبقى سلاجش خالص. ببساطه كده ده الفروق ما بينهم. هنقولهم تاني بقى، يبقى الاندر دامبنج ليه اسم تاني، اندر دام يعني ما فيش دامبنج، ما فيش ريزيستنت، يبقى ده هايبر ريزونانت. تمام، يبقى السيستم اوسيليتنج، يبقى الاشاره خدت اكتر من حقها. تمام، الاوفر دامبنج ده سلاجش ريسبونس، يعني الاشاره ما طلعتش اصلا. طيب كريتيكال دامبنج الاشاره خدت حقها بالراحه، خدت حقها بس اتاخر شويه، فكر شويه بقى، تعطل شويه. الاوبتيمم دامبنج ده اللي احنا عايزينه، ده تلتين الكريتيكال، يعني خد حقه تمام بس مش بالراحه، يعني ما فكرش، اديته قلم راح مرجع لك القلم على طول، فبنسميه ايه 0.64 من الكريتيكال. طب وبقيته ايه؟ بقيته من الهايبر ريزمنت، يعني بقيته من المجنون شويه، يعني تلتين الكريتيكال وتلت من الهايبر ريزمنت. فالاوبتيمم دامبنج تعريفه 0.64 اوف ذا كريتيكال دامبنج، خد حقه بس اسرع من الكريتيكال، وده المطلوب، اديته قلم راح مديك قلم تاني. طيب نعدي عليهم تاني بقى بالايه بالتفصيل، دي هنقول بقى الفاكتورز افكتنج الانفيزيف بلاد بريشر ويف فورم. اول حاجه نشوف النورمال بلاد بريشر ويف فورم. طيب فسيولوجيكال كده بسرعه، نورمال الابستروك ده، الابستروك ده ده الكونتراكتيليتي، وبعدين يبدا الاجكشن اوف بلاد، وبعدين الدايكروتيك نوتش دي ده الاورطه قفل. فلما الاورتيك فالف قفل خلاص كده، يعني الاجكشن بتاع القلب خلص، يحصل ريكويل بتاع الاورطه فيحصل السكند بيك دي، وبعدين ايه يكمل. يبقى من بعد الدايكروتيك نوتش ده اللي مسؤول عن السكند دايكروتيك ويف اللي طالع بنسميه اناكروتيك، اللي نازل بنسميه دايكروتيك. فالحته اللي نازله الاولانيه دي اسمها فيرست دايكروتيك ويف، وده الدايكروتيك نوتش، وده السكند دايكروتيك ويف. انا مش كاتب طبعا الكلام ده عشان ده يعني ايه متعمق شويه، بس هنقوله كده بسرعه هيفيد شويه في الفهم يعني. يبقى الدايكروتيك نوتش دي بتبقى تقريبا بعد تلت الايه الدراع اللي نازل، هو دي اقل من تلت شويه بس ماشي ماشي حالها. ده منظر النورمال ويف، وده هنا اوبتيمال ايه اوبتيمم دامبنج اللي هو 0.64 اوف كريتيكال دامبنج. طيب نيجي للاندر دامبنج واسمه الثاني المشهور هايبر ريزونانت. يبقى الميجرنج سيستم اوفر اوسيليت ان ريسبونس تو ذا بريشر ويف،
due to approximation of the natural frequency. Natural frequency بتاع system قريب من بتاع البريشر ويف. تخيل انت ان السيستم بالوصلة والبتاع بالسنسور بعمل زي العود كده بتاع راجل مغني. انت خبطته خبطة اللي هي البريشر وهو عادي يهز زي العود. هيديك المنظر ده. ده المنظر ده. وممكن يبقى منظر اسوأ من كده كمان. بس انا الرسمة هي جت كده. فده اندر دامبنج. مفيش دامبنج اصلا. هايبر ريزونن. السيستم كله بيرعش. تيجي الخبطة تلاقي السيستم بيرعش. طب ايه الكلام ده؟ قلنا هاو تو افويد. لازم يبقى ايه؟ التيوبينج وايد وشورت وستيف. تخيل انت تمام ان خدت انت جهاز وريد العادي ما عندكش وصله. بيقول لك انا عايز وصله شريانيه. ليه وصله شريانيه؟ بتبقى ناشفه ما تعرفش تتنيها. لازم تبقى ستيف. ليه ستيف؟ هو حضرتك السلاين اللي فيها المضغوط ده بياخد البريشر من العيان والبريشر بيمشي في السلاين لحد ما يروح للترانسديوسر الجهاز. فالوصله دي فايدتها ان هي تحمي البريشر ويف دي ما تخليهاش تبقى لوست في الطريق وتوصل بسلام للترانسديوسر. حلو. فتخيل دي وصله جهاز وريد عادي الطريه دي اللي رحت انت قاصصها وعامل وصله عشان ما عنديش وصله شريانيه. فالبريشر جاي هيجي هيخش في جهاز الوريد ده يلاقيه طاري يروح متمدد معاه ويروح راجع تاني. هتلاقي جهاز الوريد نفسه بيستجيب للبريشر وده مش هينفع. هيديك المنظر ده. فما ينفعش تاخد جهاز وريد وتقصه وتعمله وصله شريانيه. الوصله الشريانيه دي مختلفه. والمنظر ده ممكن يبقى قريب برده من الاورتيك ريجرش. ممكن يبقى سبب لكده. فلو انت مطمن من حاجتك وصلاتها ممكن يبقى عنده اورتيك ريجرش. مش لازم يكون الهايبر ريزونت ده سبب مشكله في السيستم نفسه. طيب يبقى الهايبر ريزونانت او الاندر دامبنج. مفيش دامبنج الاوبتيمم اللي انا عايزه. البريشر جه خبطه جت من العيان على السيستم. السيستم كله بيرعش زي الايه؟ زي العود ولا التيونينج فورك. يديك المنظر المهزوز ده. طبعا ده بيديك قرايات غلط بقى. السيستوليك بيبقى اوفر استيميتد وما اعرفش ايه. فتلخبط الدنيا مش تعرف انت بتعمل ايه. والدايكروتيك نوتش اصلا انت مش هتشوفها. هو كله عامل زي المنشار كده. هي مهمه طبعا الدايكروتيك نوتش دي. هنقول مهمه ليه دلوقتي. طيب وده الهايبر ريزونانت. تاني حاجه اوفر دامبنج اللي هو في الكتب كده اختصار يقول لك في دامبنج. اما انت شغال تقول البتاع ده الويف دي دامبد. الدامبنج ده الميزرنج سيستم نوت ديليفرنج ذا بريشر ويف فورم. في ريزيستنس عاليه جدا. دي سهله دي كلنا بنشوفها بقى. في ريزيستنس عاليه. في سبازم. في كينك. في بلاد كلوت. في اير بابل. في كونكشنز زياده قوي. فعشان امنع طبعا لازم اشيل كل ده. ما بقاش في كينك وما بقاش في بلاد كلوت وما بقاش في اير بابل وما بقاش في كونكشن زياده ما لازم اشيلها. تمام. وطبعا المفروض بس دي مش موجوده في عند ناس كتير. يبقى في فلاشنج. يعني هو بيجي سيستم الارتيريال ده الواصله والترانزيستور بتاعه والبريشر بريشر باج. والبريشر باج دي متوصله بتاع سيستم كده كهرباء يعمل كونتينوس بريشر فلاشنج على طول. انما احنا بنعمله بايدينا عشان يعني ايه ما عندناش السيستم. بس هو المفروض يبقى في كونتينوس فلاشنج سيستم عشان يمنع الكلوتس ويمنع الحاجات دي كلها. وانت بتيجي تعمل فلاش للسيستم لا لازم واحد كبير عشان بس يطلع اير بابلز. كل الكلام ده مهم عشان الاوفر دامبنج. لان اير بابل كومبريسبل فهيجي البريشر عليها يضغطها فهتمتص البريشر مش هتوصله هيحصل دامبنج يبقى ما وصلش كويس. ودي منظر الايه؟ الدامبنج. طيب في حاجات تانية تعمل دامبنج. اه ده بلاوي سودا. ممكن عنده اورتيك ستينوزس مثلا. عنده كارديوجينيك شوك. هايبوفوليميا. طب انا هعرف منين؟ اسيب العيان يموت واقعد اعمل فلاشنج بتاع. قال لك طبعا لا يعني في حاجات كتير مهمه كلينيكال وما اعرفش ايه وحاجات. بس فيزيكالي في تيست بتعمل اسمه دايناميك ريسبونس تيست. طبعا التيست ده يعني هو ثقيل الصراحه. بس اختصارا فكرته ايه؟ انا بعمل فلاش بقفل كل حاجه واعمل فلاش. الفلاش ده بعمله بسرعه وبشوف الويف اللي طالعه على الجهاز شكلها عامل ازاي واعمل كذا مره فلاش وبعمل اوبزرفيشن لشكل الويف. فاقدر اعرف باختصار كده السكه سالكه ولا في حاجه منع الطريق. يعني الدامج ده من السيستم ولا من العيان. طيب ايه الفاليو؟ ايه الفاليو اللي انا بستفيدها من الانفيزيف بلاد بريشر ويف فور؟ ده في فاليوز كتير. في حاجات بسيطه خالص البدائيه يعني والاساسيه اللي احنا حاطينها عشانها البلاد بريشر هارت ريت والاريزميا وما اعرفش ايه والكلام ده. طيب احنا قلنا الابستروك الاولاني ده اللي هو عند رقم واحد ده بيرفلكت مين؟ الكونتراكتيليتي. حلو.
فالستيبنج واي اللي طالع بيها الكيرف ده بيديني فكره عن الكونتراكتيليتي. طيب الكلوجر ده بتاع الدايكروتيك نوتش دي بتاع الاورتيك فالف كلوجر، حلو، مكانها بعد 1/3 من الايه من الدايكروتيك كيرف، تلت الدايكروتيك كيرف الفوقاني تلاقي الدايكروتيك نوتش، قلنا دايكروتيك يعني النازل، حلو. طب لو نزلت تحت معناها ان الاورطه قفل متاخر، طب والاورطه قفل متاخر ليه؟ حاجات كتير، اي حاجه يعني، هايبوفوليميا، انت قايس من بعيد يعني قايس من في رجله هتلاقي ده كلوش هنا، هو ما قفلش متاخر هي بس جات لي متاخر. برضو سؤال بسيط، ليه الهايبوفوليميا بتعمل ديلايد كلوجر في الاورتيك فالف؟ نفس الفكره القديمه الفسيولوجي ان الاس ساوند الاس 2 ده صوت الاورطه والبلمونري، فلو رجعت الفسيولوجي شويه كده يقول لك الاورطه بيقفل قبل البلمونري، فالاس 2 ده سبليت الصوت الاولاني ده بتاع الاورطه والتاني بتاع البلمونري. ليه حضرتك؟ عشان البريشر قدام الاورتيك فالف اعلى من البريشر قدام البلمونري، فالبريشر قدام الفالف اللي هو في الاورطه هو اللي بيرد على الفالف وبيقفله، فلو في هايبوفوليميا او هايبوتنشن فالبريشر هيقل، فهيبقى ديليت، هيبقى شبه البلمونري، فيبقى دي مش شبه طبعا لان البلمونري قدام البريشر 10 بس يعني تقريبا يعني. فالدايكروتيك نوتش دي مهمه، ده احيانا في العينين السيبتك شوك بتلاقي الويف فورم مقسومه اثنين، واحده كبيره وجنبها واحده صغيره، الصغيره دي اصلا دي الدايكروتيك ويف، تنزل لحد تحت وتلاقي الويف نفسها بقت مقسومه اثنين، وممكن كنا بنشوفها عينين كتير بالذات الناس الفراعنه، تلاقي الويف دي نازله عاديه خالص بعد ما تنزل طلع واحده ثانيه صغيره جنبها، دي حضرتك مش ويف ثانيه، ده دي الدايكروتيك نوتش والايه والرده بتاعت الويف بتاعت الاورد. ولما تشوف العين كده تعرف ان هو فازو دايليتد بعنف، عنده بقى سيبتك شوك، عنده اي حاجه ثانيه، ده محتاج مانجمنت، فالموضوع ده موضوع كبير وعميق. تمام، تاني تالت حاجه، حاجه اسمها ريسبيراتوري سوينج. ريسبيراتوري سوينج ده اللي هو مع الانسبيريشن والاكسبيريشن سواء في عين سبونتينيوس او ميكانيكال، وطبعا البريشرز بتتعكس مع السبونتينيوس والميكانيكال، سبونتينيوس في الانسبيريشن نيجاتيف انما الميكانيكال هو بوستف، اسمه بوستف بريشر اصلا. فالمفروض الريسبيراتوري سوينج ده حوالين 10 ملم ميركري، تمام، تلاقي الويفز بتزيد وتقل كده مع الريسبيريشن والاكسبيريشن. لو اكساجيريتد يعني مع الانسبيريشن والاكسبيريشن الريسبيراتوري سوينج ده بقى زياده قوي، يعني الضغط متاثر قوي، تعرف ان في مشكله انتراثوراسيك بريشر، بيحصل فيه تغير كبير جدا مع الفنتيليشن. يعني بقى سي او دي لونج ستاندنج، يعني انا عنده تامبونات، فانت لازم تفكر من الويف فورم وشكلها ان في مشكله. طيب اخر حاجه في الفاليوز، طبعا في حاجات تانية اكتر من كده بس احنا يعني كل بقى حاجه ليها شكل، والكرونيك هايبرتنشن شكل ويف ايه، بس دي مش مجالنا دلوقتي. ان في حاجه اسمها بلس كونتور اناليسيس، بحال احنا قلنا ده الاناكروتيك ويف اللي طالعه دي والانجل بتاعتها بتديني فكره عن كونتراكتيليتي، فقال لك خلاص احنا من الويف دي لو عملنا لها اناليسيس، تمام، بيستخدموا البلس كونتور اناليسيس، قلنا في محتاج انفيزيف بقى، لما جبنا في الاول قلنا من الفاليوز بتاع الانفيزيف بيستخدموا في كارديو جابوت مونيتورنج، ايوه، عن طريق بقى ايه بلس كونتور اناليسيس، بيستخدموا الويف فورم دي ويعملوا اناليسيس، فالبلس كونتور اناليسيس ده بقدر اعرف منه كارديو جابوت بالايه الطرق اللي هي البيكو والايه والليديكو، وهنبقى نمر عليهم في الكارديو جابوت مونيتورنج. واحنا كده النهارده خلصنا ايه البلد بريشر مونيتورنج، محاضره كده سريعه نعوض المره الطويله بتاعت المره اللي فاتت. يبقى نعيد بسرعه الانفيزيف كده والحته دي عشان رخمه شويه. يبقى الانفيزيف مونيتورنج فكرته هو بريشر ترانسديوسر، تمام، وقلنا طبعا عندي ترانسديوسر احول البريشر لالكتريكال سيجنال، اشهر حاجه موجوده هي موجوده حاليا سترين جيج، انا نتخيل ان الدايفراجم هنا دي الويت ستون بريدج، والسترين جيج ده بتغير الريزيستنس بتاعته مع الاسترتشنج والريكويل بتاع السلك نفسه، تمام، فالتشنج اوف بريشر يقدر يترجم لالكتريكال سيجنال. الادفانتج بتاعته ده اكيوريت طبعا، مستخدم في الكارجت اوتبوت وبيت تو بيت واللاو سامبلينج، كوميونيكيشن كلنا عارفينها، امرج انفكشن سكيميا، وعشان نحافظ على العيان ما يجيش سكيميا نعمل انست تيست نحس بايدينا،
او نشوف قصدي بعينينا الفلاشنج والكلام ده كله، او الموديفايد الالينز لو اختلفنا على الشوف، نحط بلسوميتر العيان هنا ناتشر فريكونسي ده بتاع اي جسم، لو خبطته المفروض يحصل له فايبريشن في فريكونسي معين، ده بنسموه ناتشر فريكونسي. والفريكونسي بتاع العيان هارت ريت من 1 ل 4 هرتز، وان هرتز دي سايكل بير سكند. والحل ان احنا نبعد الفريكونسي بتاع السيستم عشان ما يبقاش استجابه السيستم للعيان ده استجابه العود للراجل الحديده اللي ماسكها في صباعه ويخبط خبطه تلاقي السلك بتاع العود كله بيفايبريت. مش عايزين السيستم يبقى كده، هيبقى هايبر ريزونانس المنظر اللي احنا شفناه. وقلنا الفريكونسي بتاع السيستم هنزوده ازاي، ان يبقى شورت وايد اند ستيف تيوبنج سيستم. وقلنا الدامبنج اندر دامبنج الاشاره خدت اكتر من حقها للراجل بتاع العود، واوفر دامبنج سلاجش ريسبونس انت ما فيش اصلا حد معاك بتدي له امبلس وهو ما بيردش عليك. والكريتيكال دامبنج قلنا ده خدت حقه بس بالراحه فكر شويه ورد الالم. الاوبتيمم دامبنج لا رد الالم على طول وده اللي احنا عايزينه. والاوبتيمم دامبنج ده بيساوي تلتين الكريتيكال والتلت الثاني من الايه من الهايبر ريزونانت. طيب الفاكتور افيدني ويف فورم قلناها بقى الهايبر ريزونانت لان السيستم كله بيوسيليت. هاو تو افويد يبقى شورت وايد ستيف تيوبنج، او يمكن انا عنده اورتيك ريجيرش فلازم نشوف المشكله فين. تمام الاوفر دامبنج ده في ريزيستنس تو اوسيليشن، يا اما بقى في كينك بلاك كلوت اير بابل، او العين نفسه عنده مشكله اورتيك ستينوزس كارديوجينيك شوك. تمام قلنا الديفرنشيت حاجه اسمها دايناميك ريسبونس تيست، بنعمل فلاشنج وبنعمل اوبزرفيشن شكل الويف بتاع الفلاشنج. وقلنا شويه فاليوز كده للانفيزيف بريشر بلود بريشر ويف فورم، ان هي الابستروك دي بترفلكت الكونتراكتيليتي، وباكروتيك نوتش دي بتاع الاورتيك فالف كلوجر. طبعا لو نزل تحت يبقى في ديليت كلوجر، في اسباب كتير كانت ديليت اورتيك فالف كلوجر. وقلنا الفسيولوجيكال ريسبيرتوري سوينج حوالي 10 ملم ميركوري، لو زدت عن كده يبقى عندي مشكله انتراثوراسيك بريشر زياده. وقلنا الفاليوز اللي هي الاساسيه بتاعت البلد بريشر والاريزميا. وقلنا بنستخدم الاناليسيز للبلس كونتور ده ونقدر نعرف بيه كارديك اوتبوت عن طريق البيكو والليديكو سيستم. انا كده خلصنا، لو حد عنده سؤال اتفضل يبعته سواء في المحاضره دي او المحاضره اللي فاتت نجاوبه على طول ان شاء الله. شكرا لكم ونفعنا الله وإياكم بما علمنا وعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم.